يا ترى الباشمهندس حشمت هتوافق على الاجازه؟ دي لازم الواحد يلبس لها وش الغلبان. بس حضرتك فاهم اللودر داس عليه، ويا ريته كان القلاب ده من ابو شوكه، فعقبال ما ركبوا له مسمار وكم شريحه امدي لي دي عشان اروح ازوره. مش هياكل. اه صحيح، طب الباشمهندس حشمة دي تعتبر انثى، يبقى وش الحنيه. القمر من يوم ميلادك نزل للارض يشحت، يا قنبله يا فله والاسم حشمه. دي لازم الواحد يلبس لها الوش الخشن. شوفي بقى يا حشمت، الاجازه دي انا هاخدها، تتنططي بقى تتشقلبي تحسبيها عرضه مرضه هاخدها. خلصت؟ اه خلصت. مش اي وش يظبط، نسكافيه مكسات ريتش قهوه غنيه وكمان بوش مظبوط. ايه ده؟ ده عندي الطريقه صح قفشت. بتعدل؟ لا بدفنش. في حد يشرخ قبل ما يبلق؟ خد لك اسبوع راح وبعدها تبقى تبلق. نسكافيه مكسات ريتش اظبط الوش.